ايه يا اخوانا، في ايه في ايه؟ الله 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 الله، اوعى ايه في ايه؟ عملوا ايه الناس دي؟ سقطوا علينا في الامتحانات. كانوا بياخدوا فلوس مننا وخلاص، لا تعليم ولا زفت. لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا جنسكوا ايه؟ هو الضمير انعدم مات؟ انت عارف التوهيه؟ والله شوفوا، والله لو ما قلتوش بيه صاحب السنتر ده لنتفهمكم هنا. صاحب السنتر اسمه انت؟ قول مين صاحب السنتر؟ اسمه برضه مش عايز انت تقول مين صاحب السنتر؟ انت ايه؟ قلبك ده حجر؟ تعمل كده في اطفال صغيرين تضيع مستقبلهم؟ استحمل الالمين يا سعدين وانا هفرجك من هنا. حاضر. اخلص يا كلب، انت مش قلت لي صاحب الالمين في السنتر ليه؟ حضرتك ولادك هنا في السنتر برضه؟ لا ما عندي كرداسي 12 سنه بياخد دروس في كل المواد هنا في السنتر، وتخيلوا سقط في كل المواد ولا ماده نجح فيها، حتى الرسم والالعاب سقط فيهم. كذاب كذاب. في ليه بدل ما اعمل خدودك دي شاورما؟ وسع يا ابني انت اهو، افتح الطريق تعالى يا باشا. وسع وسع، افتح الطريق باشا مصر. السلام عليكم. اتفضل يا باشا. وزال يا سحس القوات على مداخل ومن خارج السنتر، وما فيش ضرب نار غير باشاره مني. حصل يا عم غريب، حصل يا فندم. ده شريف باشا يا جماعه، ده اللي ماسك الدايره عندنا هنا، وان شاء الله هو اللي هيجيب لنا حقنا من الوحوش دول. مين ده؟ ده سحس ابن اختي، ما بطلعش اوردر من غيره. هو غريب بقى ظابط. يا باشا الاثنين دول نصابين ونصبوا علينا وعيالنا سقطوا بسببهم. انا مش عايزك تقلق خالص، ولا عايز اي حد من الاهالي يشيل هم اي حاجه، ولازم تبقوا عارفين ان احنا بنفضل طول الليل سهرانين عشان انتوا تناموا. طبعا ما انت بواب بتسهر تمسح السلم طول الليل. ما تيلا بقى روحوا ناموا. الله، خدهم لي يا سحس على البوكس، والسنتر ده يتشمع بالشمع الاخضر. الاحمر. الشمع الاحمر. مفيش شمع اصلا. هات من هايبر ما تعطلهاش. حصل يا فندم. يلا يا اخوانا بقى نفض اللمه دي عشان شريف باشا يعرف يشوف شغله. يلا مع السلامه. يلا. عارفين لو شفناكم هنا تاني انتوا مش عارفين ايه اللي هيحصل لكم. احنا بنعتذرلك يا مدام، انت بالذات، عارفه ليه؟ عشان ولاد حضرتك ما شاء الله عليهم كانوا ازمه العيال عندنا هنا في السنتر. كل ده من مين؟ الله ينتقم منك يا ماظو. ماظو مين؟ ماظو، ماظو ده الراس الكبيره بقى، ده اكيد هو ده اللي مجمع العصابه دي. بس ان شاء الله شريف باشا مش هيهداله نوم غير لما يجيب ماظو، صح يا شريف باشا؟ طبعا يا ماظو بيه. طبعا يا مواطن بيه. ما تلا يا جماعه روحوا بقى، الكلمتين اللي حافظهم خلصوا. يلا يلا بقى. اي خدنا يا عم سادو قد الجمايل. انا هلا ابو شنبك في أدائك عبقري. لا وما شفتش المسلسل. يلا هتقلع البدلة دي وتروح على البيت بقى، وبعدي على الفرن هتعيش فيه. ماشي حمامي. يلا يا عصفوري. تاني يا وسيم، انت ايه يا اخي ما بتحرمش؟ عايز تكلمني تاني في انك عايز تنقل اسراء معاك؟ الموضوع ده مش كنا اتكلمنا فيه الف مرة قبل كده وقلت لك ما ينفعش؟ يا ابني عندي قواعد، القواعد بتقول ما ينفعش ابدا يتنقل مدير فندق الى فندق اخر، خصوصا يعني ما تزعلش مني لو اللي بنقله ده منصبه اقل منه درجه. مستر مالك، حضرتك علمتني الاصرار وزرعت فيا الخوف. الخوف؟ ايوه الخوف، الخوف من الهزيمه، الخوف من الفشل. ايوه انا فاكر، عندك حق، انا زرعت فيك كل الحاجات دي. بس امتى؟ كان ساعتها يا بيه لما كنت شايف فيك بذره مدير اوتيل ما حصلش. من الاخر كده أنا مستحيل أوافق على طلبك، مش بس لأنها مديرة شاطرة، لأ، لأن القواعد بتقول كده. إيه القواعد؟ حضرتك قلت قواعد، بص بقى أنا لقيت إيه؟ بص الكتاب ده. قواعد وبنود فنادق مالك، تأليف مالك مالك. اقرأ معايا كده بند 644. ياه، خرب بيت عقلك يا وسيم. انت نيته فين يا ولد ده؟ ده مفيش غير ثلاث نسخ على مستوى العالم كله، انا شخصيا ما عنديش نسخه. يا نهار ايوه، قواعد وبنود فندق مالك، تاليف مالك مالك احمد مالك. استاذنك بس اشوف الاهداء ده لمين؟ الى ماما. خلاص بقى يا مستر مالك، بطل تفاهه بقى، شوف بند 644. بند 644، يجوز ان ينتدب مدير احد الفنادق مدير اخر من نفس سلسله الفنادق بشرط ان يكون النادب رجل والمنتدب سيدة ويبدأ اسمها بحرف الألف. وأنا إيه؟ رجل وسيد الرجالة وإسراء ست وست الستات واسمها بحرف الألف. أنا عملت البند ده عشان أنقل مراتي أماني، وأنا عايز أنقل مراتي
إسراء، إسراء بالألف. هات لي إسراء بقى. لا معلش، نكمل البند كده عشان نشوف. لكن يجب أن تكون المديرة المنتدبة جنسيتها من قارة مختلفة عن المدير اللي عايز ينتدبها. كمل البند برضو. هذا في حالة إنه عد على خدمتها 17 سنة وإسراء بقالها هنا 8 سنين بس. يا ابن الورود، لا شاطر بس أنا أشطر منك. 8 سنين ده رقم زوجي، وده هينقلنا للبند 645 اللي بيقول لازم تكون المديرة معاها طفلين على أقل دون الثانية عشر. الحقيقة يا مستر مالك، أنا حاولت أبحث في موضوع ميسيز إسراء ده، بس واضح إن هي قافلة قوي على حياتها الشخصية. بس اللي أنا فاكره إنها مرة استأذنت عشان عيد ميلاد بنتها عندها 3 سنين، ومرة استأذنت عشان عيد ميلاد ابنها عنده 9 سنين. 9 و3 كام؟ 12. أنت دؤوب قوي يا وسيم، عندك إصرار مش عند الحمار. تلميذك يا مستر مالك. عشان كده أنا بحبك يا ولد. أنا يمكن مش واخدها من تحت قوي زي حضرتك، بس أنا يعني درجت في الوظيفة لحد ما وصلت لتحت قوي. أنا كمان بحبك قوي يا مستر مالك. صدقني بعد 8 سنين خدمة يرموني الرمية دي، ده أنا جبتها من تحت، من تحت قوي. ده انا شايله كل الفندق على كتافي. بصي ازاي مستر مالك موافق يرميني الرميه دي؟ نبيله، انا قدمت على طلب عشان تيجي تبي المساعده بتاعتي. طبعا طبعا يا مس اسراء، انا عمري ما هسيبك، ولما نروح الفندق التاني المعفن ده اكيد هتعملي بصمه قويه جدا زي ما عملتيها هنا. لا 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 مش مصدقه، مستحيل انا اشتغل مع الفاشل اللي اسمه وسيم استريت ده تاني، مستحيل بجد. ايه ده وسيم حبيبي، شفت اتصل بيا امتى؟ حاسه ان انا مخنوقه ومتضايقه يا عمري. يا سلام، كده مين شيلي مني والنبي. طب انا هروح اكمل بقى لميت. ايه ايسو، بقول لك ايه، عملت حته مقلب في مديرتي القديمه، انت مش فاهمه. أيوة. ايه ده ماشي، انت بتعيطي ولا ايه؟ المدير الفاشل اللي كان قبلي قدم على طلب نقل المستر مالك ووافق ياخدني مع الشغل بتاعه. يعني ايه ده تهريج يا ماما؟ بقولك ايه، ما تعيطيش ما تقلقيش، انا جنب الفندق عندك، اجيلك الشغل واعمل لك بوليكه بقى ونعمل هيصه في الفندق ولا ايه؟ لا يا حب، ربنا يخليك ليا، انت طول عمرك الظهر والسند يا احن وارجل زوج في العالم. انا بحسد نفسي عليك والله يا وسيم، كان نفسي تجيلي بس مش هينفع عشان لازم الم حاجتي كلها دلوقتي لاني هستلم الشغل الجديد بكره الصبح. طيب خلاص ما تضايقيش نفسك عشان بني ادم زي ده. بني ادم ايه ده، حيوان. ما تعيطيش يا ايسو، ما تعيطيش بقول لك. ماشي روحي نتكلم لما نروح. ماشي يا حبيبي. مش ماشيه معانا ليه بس؟ استغفر الله العظيم يا رب. الفاشل، الفاشل. هموت في ايدك، حرام عليك. هو انت بتنجد مرتبه؟ ده وش فنان مرهف الاحاسيس والملامح. وانا خلصت خلاص يا فنان. تسلم. على ايه يا فنان؟ تسلم يا ملاك الرحمه. معلش يا سعدون، جت سليمه ان شاء الله. غالبا هيحجزوك في المستشفى. مالو امهاري، هو انا حالتي خطيره للدرجه دي عشان يحجزوني؟ لا هم هيحجزوك عشان ما دفعناش، فمش عايزين يخرجوك. جاحد جاحد ابيضاني وجاحد يا اخي، حرام عليك. والحفر اللي في وشي ده مش مكفيك، عايز تجيب لي جلطه. وانا يا مازو، هيخرجوني مع سعدون ولا لا؟ مين دي؟ دي كانت تاني اشوف فيك يوم يا مازو باللي انت عملته فيا. لا يوم مش كفايه، بقيت ايام السنه اشوفها فيك. هلو ايفريبادي في اللعبة، ليفل الوحش، جاهزين للمهمة الجديدة يا حلوين؟ جاهزين يا حاجة، خلاصي بقى. مطلوب من كل واحد فيكم يجمع 3 أشخاص في مكان واحد، بس مش أي شخص، لازم يكون اسمه رضا قاسم الشرباجي. رضا قاسم الشرباجي؟ ده اسم صعب أوي، ما تشوف أي اسم عادي. المكان ده هيبقى برج القاهرة بكرة الساعة 10، والجائزة المرة دي 800,000 جنيه، جود لك.